بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نبلش محاضرتنا اليوم ببعض القوانين الخاصة في الاحتمالات التي أخذناها في المحاضرة السابقة وبعض الخصائص المهمة لها. أول قانون زي ما مر معنا سابقا، احتمال A اتحاد B يساوي احتمال A زائد احتمال B ناقص احتمال A تقاطع ب. هذا القانون لو بدنا نبرهنه، فبنشوف شو بنبلش، بقول المجموعة ايه تساوي ان ايه تقاطع اوميجا، اوميجا هي السامبل سبيس، قلنا بنرمزها بهذا الرمز اوميجا او الاس، وتساوي ان الايه بنزلها زي ما هي تقاطع ب اتحاد ب كومبلمنت. اذا الاوميجا اي مجموعة اتحاد متمت، شو بيعطيني فضائل العينة، اذا هذول الثنتين المجموعتين صار ايش متكافئات، ويساوي ان A تقاطع B اتحاد A تقاطع B كومبلمنت، وزعنا التقاطع على الاتحاد. نأخذ الآن، نلاحظ أن هاي المجموعة A تقاطع B و A تقاطع B كومبلمنت مجموعتين منفصلتين، وبالتالي أن احتمال A يساوي احتمال المجموعة الأولى زائد احتمال المجموعة الثانية. يعني كانت عندي الـ A تساوي اتحاد هذول المجموعتين المنفصلتين، فإن احتمال الـ A يساوي مجموع الاحتمالات اللي هو احتمال A تقاطع B زائد احتمال A تقاطع الـ B complement. And similarly for B، ونفس الشيء لو خلينا هون إيش المجموعة B. الآن الاتحاد A اتحاد B كمجموعة شو بيساوي لنا؟ A اتحاد B تقاطع B اتحاد B complement. ب اتحاد ب كومبلمنت هي عبارة عن الأوميجا، فأي اتحاد ب تقاطع الأوميجا بيعطيني أي اتحاد ب. لاحظوا هون، فأخذنا هون خاصية توزيعية، بصير عندنا هون أي تقاطع ب كومبلمنت اتحاد البي. نيجي على الناحية الثانية هون يساوي لنا أي تقاطع ب كومبلمنت اتحاد، بس المجموعة ب هي عبارة عن ب تقاطع A اتحاد A كومبلمنت. A اتحاد A كومبلمنت لي المجموعة الشاملة السامبل سبيس كامل، فB تقاطع السامبل سبيس، ويساوي ان هاي المجموعة بتنزل كما هي. هون ايضا بستخدم خاصية توزيعية، بصير B تقاطع ال A اتحاد A تقاطع ال B ال A كومبلمنت. إذا هو عندنا A تقاطع الـ B كومبلمنت اتحاد B تقاطع الـ A كومبلمنت اتحاد A تقاطع الـ B كومبلمنت، أي أن A اتحاد B هو عبارة عن اتحاد ثلاث مجموعات اللي شايفين أمامنا، وهما مجموعات منفصلة عن بعضها البعض. إذا احتمال الاتحاد يساوي احتمال الأولى زائد احتمال الثاني زائد احتمال الثالثة. الآن عندي هون احتمال A تقاطع B كومبلمنت، من هون احتمال A تقاطع B كومبلمنت شو بيساوينا؟ احتمال البي الاي ناقص احتمال التقاطع لي هاي المجموعة. كذلك نفس الشيء، احتمال بي تقاطع الاي كومبلمنت يساوي ان احتمال البي ناقص احتمال اي تقاطع البي زائد احتمال اي تقاطع بي لي هاي نزلت هون على اليمين. نختصر هاي مع هاي، فضل عندي هون احتمال اي زائد احتمال بي ناقص احتمال تقاطع، وهذا التوضيح لإثبات هذا القانون. نأخذ مثال بسيط على هذا القاعدة. Suppose A and B are subsets of a sample space with B of A يساوي 2 بالعشرة، B of B يساوي 6 بالعشرة، واحتمال A تقاطع B يساوي 1 بالعشرة. لاحظوا يا شباب أنه احتمال التقاطع دائما أقل من احتمال هاي وأقل من احتمال هاي. الآن عندنا هون احتمال A اتحاد B المطلوب منه حسب القانون اللي اخذناه فوق هو عبارة عن احتمال A اللي هي زائد احتمال B إذن احتمال A اتحاد B يساوي احتمال A زائد احتمال B ناقص احتمال A تقاطع B حسب القاعدة اللي برهناها فوق. لكن لو جينا طلعنا انه احتمال A 2 بالعشرة مش موجود هون، احتمال B 6 بالعشرة مش موجود هون، احتمال A تقاطع B 1 بالعشرة مش موجود هون. منين هذول الأرقام جبناهن إذن؟
يلا مين بيجاوب الشباب؟ مين بيقول من هذول الأرقام جبناهن؟ لاحظوا نستخدم القانون اللي أخذناه فوق، احتمال اتحاد بي يساوي احتمال A 2 بالعشرة زائد احتمال بي 6 بالعشرة صارين قديش مجموعهن؟ 8 بالعشرة ناقص احتمال A تقاطع بي 1 بالعشرة، لأن 8 بالعشرة ناقص 1 بالعشرة يساوي إيه؟ 7 من 10. نفس الجواب هذا. إذا ليش هاي الأرقام اللي فوق هذول ما ظهر عندنا هون؟ مين بيعرف ليش؟ فكروا فيه، ما هو السبب؟ احتمال A كومبليمنت يساوي لنا 1 ناقص احتمال A ويساوي لنا 1 ناقص 2 بالعشرة يساوي 8 بالعشرة. احتمال A كومبليمنت اتحاد B يساوي لنا احتمال A كومبليمنت زائد احتمال B ناقص احتمال A كومبليمنت تقاطع B. يعني بدل ما كانت عندنا هون المجموعة A، شو أخذنا؟ متممة المجموعة A. ومنطبق احتمال A كومبليمنت حسبناه قبل شوي هو 8 بالعشرة زائد احتمال البي أعطانا 6 بالعشرة ناقص احتمال A كومبليمنت تقاطع البي اللي هو بيشبه هذا. منين جبنا هذا؟ احتمال A كومبليمنت تقاطع بي يساوي لنا 5 بالعشرة والناتج يساوي لنا 9 بالعشرة. ها عرفتوا شو السبب؟ هاي صار عندنا حالتين هون مر معنا. ناتي لآخر مثال، احتمال A كومبليمنت تقاطع B كومبليمنت. الآن لاحظوا البي عليها تقاطع والاي عليها تقاطع، إذا بستخدم قوانين دي مورجان بحول التقاطع إلى اتحاد، فبصير هاي عبارة عن تساوي احتمال A اتحاد B لكل كومبليمنت. فاحتمال متممة A اتحاد B لكل كومبليمنت يساوي لنا 1 ناقص احتمال A اتحاد B ويساوي لنا 3 من 10. مين عرف شو السبب انه هاي 5 بالعشرة هون وهاي 5 بالعشرة هون اللي حسبناها قبل شوي؟ اللي هو الخاصية هاي اللي استخدمناها كيف نعبر عن المجموعة A تساوي احتمال A تقاطع B زائد احتمال A تقاطع B كومنت، ونفس الشيء بالنسبة إلى البي. نأتي إلى الاحتمال الشرطي، وقد مر معنا الاحتمال الشرطي سابقا في طرق الإحصاء، ونأخذ هنا التعريف البسيط له. شو بقول هون؟ The probability of an event B conditional on an event A is defined as احتمال B given A يساوي احتمال A تقاطع B على احتمال ال A. إذن هاي شو بقول؟ احتمال B شرط A يساوي احتمال A تقاطع B على احتمال ال A. إيش معناته؟ شو احتمال إنه الحادث B يظهر أو يحدث إذا كان الحادث A قد ظهر؟ يساوي احتمال أن تظهر الـ A والـ B على احتمال الـ A التي قد ظهرت. يعني دائما هون بالمقام عندنا المجموعة التي عليها احتمال المجموعة التي عليها الشرط، طبعا provided that P of A لا يساوي لنا صفر. لاحظوا شو قلنا. Two events A and B are called independent. Independent مستقلات. إذن الحادثين A و B مستقلات. If B of A تقاطع B يساوي لنا B of A في B of B. إذن في حالة إنه الحادثين مستقلين، احتمال التقاطع يساوي احتمال أول ضرب احتمال الثاني. Or equivalently, if B of B given A يساوي لنا B of B or B of A given B يساوي لنا B of A. إذن حادثين مستقلين معناته احتمال التقاطع يساوي احتمال الأولى ضرب احتمال الحادث الثاني. لاحظوا هون هاي الخاصية اللي تحدثناها. Let A and B be events with B of B لا يساوي لنا صفر. Then A and B are independent if and only if إذا وفقط إذا كان احتمال A given B يساوي لنا احتمال الـ A. وانتم طلاب رياضيات تعرفوا ايش معنى if and only if، وهذا برهان اذا بصير عندنا ايش؟ باتجاهين. اذا عندنا اتجاهين. So first suppose that A and B are independent. اذا فرضنا انهم ايش؟ independent. معناته independent شو بيؤدي ذلك؟ ان احتمال A تقاطع B يساوي احتمال A في احتمال الـ B. Then P of A given B الاحتمال الشرطي يساوي احتمال A تقاطع ال B على احتمال ال B، ويساوي لأنه independent احتمال A في احتمال ال B على احتمال ال B ويساوي احتمال ال A.
إذا بما إنهن independent فصار احتمال A given B شو يساوي احتمال ال A. الآن العكس. Now suppose that إنه كان عندي احتمال A given B يساوي احتمال B ال A. معنى ثاني إنه احتمال A given B شو يساوي احتمال A تقاطع B على احتمال ال B ويساوي إن الطرف اليمين بنزله B of A. ضرب تبادل بصير عندنا احتمال A تقاطع B يساوي احتمال A في احتمال ال B. فصار عندنا هون البرهان باتجاهين. ويجب أن نتذكر بالسؤال عندما بيعطيني سؤال بيقول لي هذول حالتين مستقلين حالتين منفصلين، لأنه راح يختلف الجواب حسب المعطيات الموجودة في كل سؤال. نأتي الآن إلى the multiplication law. شو قلنا من نستفيد من الاحتمال الشرطي؟ بقولك احتمال الحادث A والحادث B يعني احتمال A تقاطع B يساوي احتمال B given A في احتمال ال A. يعني احتمال أن يقع الحادث A والحادث B يساوي احتمال أن يقع ال B إذا كان ال A قد وقع في احتمال وقوع الحادث A. لاحظوا الآن إذا كان عندي independent استقلال ما بين الحوادث، فإذا كان الحادثين مستقلين let A and B be two events in A sample space and a probability function B events A and B are independent if and only if one of the following conditions is satisfied. لاحظ إذا كان إيش independent في احتمال A تقاطع B يساوي احتمال A في احتمال B، أو احتمال A given B يساوي احتمال A إذا كان احتمال B أكبر من صفر، أو احتمال B given A يساوي احتمال B إذا كان احتمال A أكبر من صفر. الآن هاي المالتيبليكيشن رول هون عندنا على مجموعتين يمكن تعميمها على ثلاث مجموعات وأكثر. شو بصير عندنا احتمال A تقاطع B تقاطع C يساوي احتمال C given A تقاطع B في احتمال B given A في احتمال ال A. الآن الخصائص التي أخذناها على دالة الاحتمال في المحاضرة السابقة تنطبق على الاحتمال الشرطي. ليش الاحتمال الشرطي هو احتمال؟ فاحتمال A given B راح يكون أكبر يساوي إنه صفر، احتمال S given B يساوي إيش واحد، واحتمال اتحاد AI من I يساوي واحد infinity given B يساوي إنه مجموع الاحتمالات بس for any pairwise disjoint events إنه إيش منفصلات عن بعضهن البعض. لاحظوا الآن في عندنا شيء يسمى التجزئة أو total probability. let B1 B2 إلى BK be mutually exclusive and executive events so that B1 اتحاد B2 اتحاد BK يساوي S. إذن assembly space S سوينا له تجزئة عبارة عن اتحاد هذول ال events وتقاطع I2 فيه يساوي لنا 5 for I لا يساوي لنا J. now using B1, B2, BK, we may partition a set A into K mutually exclusive and executive events as A تقاطع B1, A تقاطع B2 إلى A تقاطع BK. يعني المقصود كل هذا الكلام أني أكتب المجموعة A عبارة عن A تقاطع B1 اتحاد A تقاطع B2 اتحاد A تقاطع BK وتقاطع أي اثنين فيه يساوينا إيش؟ فاي. هذول إذا الـ A عبارة عن اتحاد حوادث منفصلة عن بعضها البعض، الـ B اتحاد يساوي لنا الـ S، then P of A يساوي احتمال الأولى زائد احتمال الثاني زائد احتمال A تقاطع الـ BK ويساوي لنا هذا السمشن. الآن هون شو قلنا؟ Substitute P of A تقاطع ال B I يساوي P of A given B I في P of B I. وال P of A بسوي تعويض هون للتقاطع استخدم اللي هو الكونديشن البروبابيلتي، بس يعني P of A يساوي لنا مجموع من I يساوي واحد إلى K P of A given B I في P of B I. إذا استخدمنا هون عوضنا بهاي للاحتمال الشرطي. هذا القانون law of total probability اللي هو سوينا إيش P of A يسوينا مجموع P of A given BI في P of BI for any event A from I equal 1 to K.
شوف هذا مثال على البعض.